اليوم نحيي ذكرى العيد العالمي للعمال وفي شكل احتجاج على الكلام اللي قلته، احتجاج على انه العلاقه بين الاتحاد شو مكتب التنفيذي ماله يمثل المنظمه، علاقه المنظمه بالسلطه التنفيذيه القائمه. اليوم فعلا قلت في اسوء حالتها اليوم هناك قطيعه تقريبا بين المكتب التنفيذي الوطني والسلطه التنفيذيه، وهذا ينعكس سلبا بالطبع على بقيه الهيكل القطاعيه على مستوى القطاعات وهيكل على مستوى الجهات، في علاقتها بالسلطه الجهويه ولا في علاقتها بالسلطه الاشراف على مستوى القطاعات. هذا اجي خلي فعلا نقولوا الكلام هذاك وقت اللي المحاكمات ننظروا فيها، وقت اي نشاط نقابي يوقع الاشتكاء لنزاعات شغليه اشتكاء يمشوا للقضاء، وقت اللي الناس عندها تهابط راجع للمحاكم، وقت اللي الناس محطوطه في الحبس، وقت الناس موقفه على العمل بتاعها لمجرد موقف، وقت الواحد يحتج على الجيل شهريته راهي ما تحتاجش الى بريافي دو غريف تاع 10 ايام، وقت الواحد شهريته ما تصبش فلوس صغار وبشعاي صغار ولا ينجم يحتاج، مجرد احتجاج في وزاره ياخذ 4 شهور حبس، هذه ما صارتش. تاريخ تونس ما صارت تعطوني اللحم. طالب شهريته يسبوا لي شهريتي نهار 30 ديسمبر باش يحتاج، والوزير جلس معاهم في القاعه، من بعد يتعدوا للمحكمه يمشوا للقضاء بالهز القضاء 4 شهور حبس، والله اعلم فلسطينيه في شو يوقع فيها. اليوم لان قاموا بضرب كي ناخذ 280 عائله بتاعت تونسيوت وروت متعاقدين، شنو مشكلتهم؟ شنو ذنبك معاهم؟ لانهم منخرطين في الاتحاد. ثم سبب اخرى. لانه هم فيهم الاضرب وفيهم ما اضربش. هي برا واضرب، معناتها كي اضرب يمشي تنهي له، خاطر عندك الكونترا في ايدك انت تنهي له العقد. تجوع عباد. هذا ضرب الحق النقابي، وهذا مشكله التضييق على المنظمه. اذا كانوا مولين ان التركيع على المنظمه ما تركعش. مهما كان الوضع. وما عندهاش الهياكل النقابيه ما عندهاش مشكل، مرت المنظمه مرت بالازمات وازمات متعدده مرت بها ومتنوعه ومستعده هياكل الاتحاد عليه أن تعيش ازمه. اما باش تركع لولا سبيل الله باش المنظمه تركع وتقنع لاراده السلطه التنفيذيه كيفاش تحب تكون او كيفاش تحب. يعني يمكن ان يصل الوضع الى ما هو اكثر شيء؟ لكل حادث حديث. نحن اليوم في هذا الوضع نشخص اليوم اعطيت هذا الوضع اللي نعيش فيه بكل صراحه بكل وضوح. هذه المنظمة، هذا ما يريدونه من المنظمة، هذا اللي يعملوا فيه للمنظمة، ما هوش بوش الشعارات، ما هوش مش نتبلوا حتى لحد، كي نقولوا منظمة مستهدفة مش نتبلوا حتى لحد. وكي نقولوا ضرب الحق النقابي وانتهاك الحق النقابي ما هوش نتبلوا حتى لحد، هذا واقع ملموس قدامنا. وقت اللي في التاريخ بالقانون لما تصدر برقية إضراب هناك جلسة صلحية. وقت التعليم الآلي خرج برقية إضراب في قانونها في أجالها وأكثر من أجالها. وما يوقع استدعاءهم ما عيطلهمش حتى لمجرد جلسه، ما عادش مات برا اضرب. وهنا استخفاف بالقطاعات عمليا هناك عديد القطاعات هي تو عندها برقيه اضراب تدافع على مطالبها وتدافع على تطبيق اتفاقيات سابقه، ماهيش طالبه مطالب جديده. هناك يعني عديد القطاعات قاعده يعني في حراك وفي اشكال نضاليه مختلفه من اجل المطالب وماشي تطبيق اتفاقيات. اثنين على مستوى وطني وعلى مستوى هناك سلطه قرار ستجتمع وتتخذ القرارات المناسبه.